فاش بديت كانت مزيانة، غير هي كان شي شوية تبغي المداومة أكثر. تركيبة جديدة زاد فيها نسبة كبيرة ديال الفيلوفورين، يعني البنات اللي عندهم مؤخرة مسطحة لي هونش ما كاينينش، هذا البنات بالاستعمال اليومي صباح وعشية، المهم دخلوا لاباج وشوفوا على عينيكم قبل وبعد الناس اللي استعملوه. هذا انا راه ما كنديروش بزاف، كنديروه تقريبا مرة كل يومين على حساب لاسيلوليت، لحقاش انا ما باغاش نزيد في الحجم ديال المؤخرة والحجم ديال لي هونش وداكشي، ما باغاش نغلط ديك المنطقة. انا المشكل اللي عندي هو الصدر، فهذا صراحة ما نقولش ليكم النتيجة اللي تيعطي. هاد الجديد راه غادي تحسوا ملي تبداو تماصيو، هاد الجديد ملي غتبداو تماصيو وتستعملوا أول مرة غتحسوا بحال تيسخن ليكم شوية الصدر، يعني كتحسوا بواحد السخونية، ومع المداومة كتحسوا بأن صدركم، أنا كنت سبق ليا وقلتها ليكم، بحال قريبة تجيكم الدورة الشهرية، كتحسوا بحال تنفخ داك الإحساس ملي تقرب تجيك الدورة، راه عادي جدا. لحقاش الفيلوفورين تيغذي الخلايا الدهنية وتيخليها تنتج لنا دهون كثر. المهم بالنسبه للبنات ديال المغرب، باغي نهضر لكم عليه بزاف لحقاش هذا البرودوي. اش غنقول لكم، التركيبه ديالو رائعه جدا، من طبيعه الحال ماد اون فرانس، مصاوب في لابوراتوار فرنسي، وتزادوا فيه المكونات، تقووا المكونات اللي كانوا فيه ولاو اقوى من التركيبه اللي كانت في الاول، يعني تزادت النسبه ديال الفيلوفورين اللي هي ماده كما قلت لكم كتغذي لنا الخلايا الدهنيه مزيان، وكتخليها تفرز لنا الغدد الدهنيه، ماشي الخلايا الدهنيه انما الغدد الدهنيه. يعني ملي كدهني هاد البرودوي كيتغداو وكيخليهم يفرزوا لينا دهون اكثر في اي منطقه، وكذلك في الاكستراز واحد النسبه كبيره ديال الحلبه. اما الريحه راه ما فيه حتى شريحه خانزه، بالعكس ريحته زوينه انغيني، ماشي الشريحه اللي مجهده ولا قويه. وهذا بالنسبه للبنات اللي باغين يدوروا اللي ما عندها صدر اختي تسلفوا، انا اختي ما بقاش نتسلف، ها هو ما كاين لا بونج لا بوشاب. المهم الغزاله ديالي البنات اللي في المغرب، عندي لكم واحد الخبر زوين، هو ان لا بغيتو الريزولتا نهضر لكم على تجربتي. هذا انا مني تنفيق ومن قبل ما نمشي للناس محطوطين اختي هنا، يعني ضروري ندهن حركات دائريه في الصدر مزيان، تصدر لك راه مترهل ولا شي يتشد. من طبيعه الحال ماشي نقول لكم لا كنطيح غيتهز، نهضرش على هادشي، انا كنهضر الصدر من مور الرضاعه، يعني تيكون خاوي تكون الجلده، ما نقولش لكم راكم عارفين كاع اللي مرا الرضاعه راه عارفه، هذا راه تينفخ لكم الحجم ديال الصدر. ورانا مجربه ما نقولش لكم شحال من ماركه، ماركات من بولن، ماركات يعني ديال المانيا، ماركات من دي ام، ما خليت ما جربتش لحقاش انا اخر حاجه نفكر فيها، واصلا انا كنخاف من البنج، ما يمكنش نتخيل راسي غندير ندخل البلوك ويديروا لي البنج ويديروا لي شي عمليه كما بغات تكون. المهم انا البنج كيخوفني وما نقدرش، تنقول رانا الا دخلت بانيك مع البنج غنموت صافي، ما نقدرش ندير عمليه صدري باش ندير لي التكبير ولا شي حاجه. لهذا كنت كنجرب بزاف بزاف ديال البومادات، بزاف ديال الكريمات اللي جيل، ولكن بحال هذا ما عمرني ما. المهم غزالة ديالي مش مطولش لكم بالبلا بلا وندير روتين نمشي للناس، لحقاش نحس براسي هييت اليوم، ضربت تمارو البارح ضربت تمارو، يدي ما نقولش لكم شوف ما عرفتش غيبانو لكم ولا لا، شوف كي ولاو جافيل اختي جافيل جافيل، ولا فيا الوسواس تاني. المهم من هادشي كامل بالنسبه للبنات اللي باغيين ريزولتا صباح وعشيه، كنهضر لكم على ديال الصدر. هذا اللي بغات تستعملوا على لاسيلوليت كما قلت لكم انا كنديروا مره كل يوم، اختي تنخاف نمشي نديروا وتبدا داكشي، بدا داكشي خارج، وانا ما باغاش اختي يخرج، باغا انا نتسنتر اختي، باغا نرجع كما كنت، ما عنديش انا يعني مع المؤخرات تكون مهضبه ومدبدبه. ولكن اللي بغات داكشي ديال بحال دوك القويلبات اللي تبيعوا في المغرب، هانتوما تحتاجوش قويلبات، ديروا غير هادي وتفكروني، دخلوا لاباج وشوفوا التصاور ديال الناس قبل وبعد، شوفوا داكشي مع الاستعمال من طبيعه الحال صباح وعشيه. بالنسبه للبنات اللي باغيين ينفخوا واللي باغيين يزيدوا في الحجم، راه تحيد حتى لاسيلوليت، راه كنستعملها حتى على لاسيلوليت، شي حاجه اللي زوينه بزاف. البنات اللي في المغرب اخيرا كاين قلت لكم البنات اللي في المغرب ما تاوردينيوش من السيت اللي تنحط لكم، انا غنعطيكم واحد النمره لحقاش ستوك، تحط ستوك كبير في المغرب اللي غيترسل لكم ديريكتومون من المغرب حتى الدار، يعني ما غاديش يتعطل عليكم لحقاش اصلا ستوك كاين موجود في المغرب. البنات اللي في بروكسل، في بروكسل راه كاين يعني المحل ديال غير الباور، غتلقاو المحل ديال نانا دو، يمكن فيه لي برودوي ديال غير الباور غادي تلقاوهم في الادريس اللي غنحط لكم. بالنسبه للناس اللي في بروكسل نتوما ما تحتاجوش تاوردينيوهم، سيروا ديريكت للحانوت المحل وشريوهم وتاخذوهم سو بلاص. البنات اللي في اوروبا راه كنخلي لكم السيت تاوردينيو منه، يعني ما كيتعطلش الماكسيموم واحد 5 ايام كيوصلكم برودوي حتى للدار الا ما كانش قل، يعني على حسب واش نتوما تخلصوا زعما لا ليفريزون اكسبريس ولا العاديه. المهم راه ما كيتعطلش بالنسبه للبنات اللي في اوروبا. والبنات اللي في المغرب غنخلي لكم كما قلت لكم الرقم، اتصلوا بيه ولا كتبوا ليه واتساب وديروا الاوردر. المهم غزالة ديالي كيما قلت لكم غير ما تنساوش عافاكم صباح وعشيه، لا باغي تراطيو شي منطقه
زعما تزيدوا في الدهون ديال ديك المنطقه يعني صباح وعشيه، هذا راه زوين حتى لا سيلوليت. يعني الا بغيتوا تقضيو حتى لا سيلوليت كما قلت لكم، انا ما بغيتش نستعمله يوميا لحقاش ما باغاش نزيد، باغاش الافي ان تنفخ لي راكم عارفين الباليزه غادي جرات اللاجه. هذا راه شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي واعره، شي حاجه اللي مخدومه مزيان، وكما قلت لكم التركيبه زادت اكثر فعاليه وزاد الفينوفولين.